نعم، لكن أنا دخلت هذا المدخل على الأهواء بسبب نقطة مهمة جدا. قلت أصل إلى نقطة، هل دعمت الحكومة العراقية الأهواء في محافظة ميسان بعد دخول يعني الأهواء في لائحة التراث العالمي؟ هل كان هناك اهتمام من قبل الحكومة السابقة اللاحقة في هذا الموضوع؟ كمحافظة ميسان، يعني أنه أهواء محافظة ميسان التي أدرجت ضمن لائحة التراث العالمي اللي هي أدرجت عام 2016، من 2016 باعتبار أن هناك متطلبات يجب مراعاتها من قبل الحكومة العراقية، وهي التزامات أمام اليونسكو حتى ما يتحول الملف إلى المنطقة الخطرة، ويراقبون أنه مدى التزامات الحكومة العراقية في تحقيق متطلبات الإدراج. طبعا الدعم من قبل الحكومة الاتحادية باتجاه الأهوار إلى الآن لا زال ضعيف جدا، بل في بعض الأحيان وبعض الجوانب أنه لا يوجد مطلقا. قامت الحكومة المحلية في دعم هذا الموضوع من إنجاز مشاريع خدمية لغرض أنه تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي مثل ما أشرنا للسكان المحليين، باعتبار أنه السكان المحليين إذا ما يكون هناك متطلبات أو 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 بيئة لغرض أنه تحقيق استقرارهم، بإمكانهم ممكن أنه يكون هناك نزوح إلى المدينة، وهذا يؤثر على هذه المتطلبات. وأهم شيء في المتطلبات هو الحفاظ على المناسيب المحددة، مناسيب المياه المحددة عند اليونسكو، لكن هذا الشيء لا يتحقق إلا في أوقات معينة، أوقات الفيضانات ممكن أنه يتحقق، لكن هسه حاليا احنا عندنا أزمة وشحة شديدة في المياه، أثرت حتى على الإنسان، أثرت حتى على الثروة الحيوانية، الثروة السمكية، وحتى على كل الكائنات الحية بالأهوار أو غيرها، وهذا التزام من قبل الحكومة الاتحادية وتحديدا وزارة الموارد المائية على الحفاظ على المناسيب المطلوبة للأهوار. نعم، يعني